في حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس صفحة قديمة خلاص وهدت نسي كالعادة قتل فارس مجرد بداية وسرقة المصنع مش النهاية حضرتك الكلام ده ملوش غير معنى واحد يعني ان حضرتك طبعا المقصودة من اللي بيحصل ده كله وده معناه ان حضرتك يعني لازم تبقى مشيرة تبقى مشيرة تبقى مشيرة كنا هنموت اهلا اهلا يا باشمهندسة اهلا بحضرتك ايه اخيرا افتكرت حاجة تفيد القضية لا بس المصنع اتسرق عارف ومتابع الموضوع يا ترى حضرتك عارف كمان ان ماما مختفيه مش عارفين مكانها فين عارف دي كمان انا خايفه عليها قوي انا بيتهيالي اكيد في علاقه بين اللي حصل لفارس وسرقه المصنع واسفه في اللي هقوله لك دلوقتي بس من ساعه ما انتوا افرجتوا عن صبحي وانا حاسه ان الموضوع ما بيتحركش انسه زيزي احنا متابعين الموضوع كويس والتحقيقات لسه شغاله أمال ليه مفيش حاجة بتحصل؟ حضرتك قلت لي لو في أي حاجة حصلت هبلغك. لو بس طول ما في تحقيقات تستلزم السرية يبقى أنا مش مطالب أبداً إني بلغ سيادتك بيها. بس هو في الحقيقة بقى المشكلة إن لما يكون في حد عارف معلومات مهمة ومخبيها علينا. أنا كل اللي يهمني دلوقتي ماما. خايفة عليها بجد. وعايزة أعرف مكانها. ماشي يا ستي. والدتك في شقتكم القديمة أظن بقى دلوقتي لازم تطمني المباحث ما بتنامش
كملي قهوتك. الحمد لله. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ايه؟ حضرتك اغمى عليكي طبعا، وكان باين عليكي من الصبح. بصراحه انا اترعبت يحصل لك حاجه واحنا في الصحراء دي. بعد اذنك يعني عايز اعرف اقرب مستشفى منين. لا 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 لا، انا بقيت كويسه جدا، كمل على المصنع كمل. لا معلش بقى، يعني انا بسمع كلام حضرتك عشان انا مقدر اللي انت فيه، بس انا يعني بعد ما اغمى عليكي مضطر اقول لك انك هتسمعي كلامي. ايوه بس انا مش مضطريه اسمع كلامك. لا حضرتك مضطريه تسمعي كلامي لان يعني انا اللي سايق. انت عندك حق، بس انا دلوقتي محتاجه حاجه تانية خالص. معلش هو خلص الكلام على كده يعني؟ حضرتك بقى ما تقوليش عايز اعرف مين هيروح فين هيجي. لا 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 لا، متأكدة؟ ماشي أنا موافق، بس يعني عندي شرط صغير. ممكن حضرتك يعني تعزميني على الأكل وكده لأن أنا ما فطرتش من الصبح وأنا اللي هنغمى عليا المرة دي؟ طيب إحنا بقى يعني في الملعب بتاع حضرتك، إيه أقرب مطعم هنا؟ اللي قدامك ده. ده انا عمال اقول لحضرتك جعان وما فطرتش هي هترسى على عصير وكيك. مش هتلاقي غير ده في اللي هو اللي احنا فيه. لا تمام انا تمام، وانا هنزل. جبت لك الكيكه والعصير اللي انت بتحبهم لحد عندك طالما مش عايز تتعشى مع عمك. ماليش نفس. ايه اللي رجعك للزفته دي تاني؟ انت مش كنت بطلتها؟ هو اللي بطلت عشانها، ما بقتش موجوده. هتفضل طول عمرك اهبل وعبيط. طيب زي امك. البت دي لو كانت بتحبك كانت فضلت مستنياك. دي ما صدقت، طلعت تجري اتجوزت ابن عمها. البركه فيكي. ما انا جميله. ادمي غنى. النبي قدمي. بس يا ماما بطلت تروح الجامعة ليه؟ حاضر هبقى أروح بكرة؟ يوه حزان. خلاص. طب بطلت تخرج مع أصحابك ليه؟ معيش فلوس. أنت هتستهبل يا واد؟ عمرك طلبت مني حاجة وأنا منعتها عنك؟ مش عايز منك حاجة. مش عايز منك حاجة. هجيب لك فلوس حالا. فارس عايزك تركز الأول يا حبيبي، تروح جامعتك وتخرج مع أصحابك وتضحك وتخلي بالك من نفسك وتعمل نيولوك. يوتي جميلة والنبي قداجة، يوتي عامل مومي، يوتي عودني يوتي. لازم تعرف إن أنت راجلي فاهم؟ أنا بخاف عليك وعايزة مصلحتك، عايزة أشوفك على طول بتضحك، مش عايزة أشوف نظرة الحزن في عينيك أبدا. هروح اجيب لك الفلوس بس. حاضر يلا. يا البس يلا عشان خارجين. لا 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 يا ميجو فكك من الجو ده، انا عايز الجديد، انا عايز الاعلى. لا ما تقلقش الكاشات موجوده. يلا اجهز بس نص ساعة وعن. مدام مشيرة حضرتك ما بتاكليش ليه؟ هكمل في السكة. حضرتك متأكدة انك كويسة؟ انا عمري ما هبقى كويس يا عبد الله. طول ما هو حر، طول ما هو قادر ياكل ويشرب،
طول ما هو قادر ينام، طول ما هو قادر يعيش من غير كوابيس. شكرا. طب ايه؟ مفيش اخبار عن الجثه؟ والله يا باشا احنا قلبنا الكومباوند اللي جت منه الزباله اللي فيها راس الواد، مفيش اي اثر. طب انا مش فاهم ليه الراس في حته؟ وليه الجثه في حته؟ واشمعنى الكومباوند ده بالذات؟ الغريب يا باشا ان الكومباوند ده رغم انه بعيد عن القاهره الا انه تبع مشيره برضه. تفتكر يا باشا اللي قطع الراس كان قاصد يوصلها المشيره؟ ولو قاصد يعني ليه ما رماش الجثه كلها؟ بص هو بالتأكيد عايز يوصلها للمشيرة، بس لما معرفش يوصل الجثة كلها للكومباوند اكتفى بالراس بس. السؤال بقى دلوقتي الجثة فين؟ تفتكر يا باشا احنا لو لقينا الجثة هتوصلنا للقاتل؟ أكيد هنلاقي فيها دليل وصلنا للقاتل، بس نلاقيها الأول. والله يا باشا احنا مشطنا الطريق كله من أول الكومباوند لحد السخنة ما لقيناش أي أثر. حضرتك تحب نكمل الطريق لحد القاهرة؟ هو ايه اللي يخلي القاتل يكمل القاهرة؟ ايه اللي يخليه يعني يخاطر ويمشي بجثة ويدخل بيها في كمين ولا حاجة؟ لا ده أكيد دفنها في السخنة وبعت الراس للكومباوند، يبقى احنا لازم نرجع السخنة ندور تاني. ندور فين يا باشا؟ ندور في البحر. البحر؟ اه ندور في البحر. ممكن تكون الجثة اترمت جنب الشاليه، نشوف طيار البحر ممكن يوديها لفين، الأماكن اللي ممكن تستقر فيها. بس الكلام ده في اسرع وقت. معقول برضه يا باشا. طب انا هكلم الفريق المختص. طالعه لمين يا حلو؟ لو عايزة عبد الله، عبد الله مش فوق، ريحي روحك. عبد الله مين حضرتك؟ طب طالعة لمين يا قط؟ ازاي حضرتك مش فاكريني؟ لا يا حبيبتي والله. أنا زيزي يا طنط. زيزي مين يا أم؟ زيزي؟ أيوه أيوه زيزي، زيزي بنت قابلتك مشيرة. أهلا. سلمي يا بت، سلمي على زيزي. ازيك يا زيزي؟ ازيك أنتِ عاملة إيه؟ جميل الحمد لله. بقية في حياتك يا ماما، فاتلك العمر الطويل. ميرسي. هي ماما فوق مش كده؟ اه فوق. لا مش فوق، مشيت ويا عبد الله. انت ما تعرفيش راحوا فين؟ لا والله علم عنك. انت هستنيها عندي عقبال ما تيجي. لا 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 خلاص مفيش لزوم، هرجع وقت تاني. لا اخص عليك، عيب كده، احنا يهود، ده احنا اهلي يا بنتي. مالوش لزوم يا لا لا ما تقوليش كده، عيب. تعالي يلا وتاخدي واجبك، خشي ضيف اختك. يلا يلا يا بنتي يلا. نسيت الاسعار ده، كان لازم نراجعه قبل ما. عايزاك يا امجد، ممكن تسيبنا لوحدنا؟ ايه يا امجد ما تقوله، ولا تحب اقول قدامه طنط بعتني ليه؟ ده بعد اذنك يا هشام، سيبنا لوحدنا شويه. طب وشيت الاسعار ده هنعمل فيه ايه يا معلم؟ انا بعدي عليك. مش تفضل. ماشي على اذنك. اتفضل يا معلم. اتفضل. بقول لك ايه، انا مش فايق لجنانك، امشي دلوقتي وانا هبقى اكلمك بعدين. بجد يعني خلاص هترضى عني يا امجد وتكلمني؟ انت عايزه ايه؟ انجزي. عايزه مشيره. المصنع اتسرق ازاي يا خليل؟ بركه يا اختي انك جيتي بالسلامه عشان تعرفي ايه اللي بيحصل من ورا ظهري. ايه اللي بيحصل؟ فهموني. ابدا، ولاد الحرام ضربوا الولا اللي واقف على الحراسه بره وفتحوا الخزنه وقشطوها، والاكاده ايه
البهوات مفيش حد يبلغني. شوف الكلام. اتفضلي استريحي، قصة بسيطة يعني. اتفضلي. بسيطة ازاي يا خليل؟ فهمني. اطمني، الخزنة ما كانش فيها الا 2000 جنيه. هو انا مش قلت لك ابعدي عنها؟ هي اللي دورت عليا وجات لي. هي جات لك؟ ايوه، وفتحت معايا تحقيق كاني في النيابة. ازاي؟ وعرفت طريقك منين؟ انت هتصعبط يا امجد، مش انت اللي مديها عنواني؟ وانا مجنون زيك؟ خلاص مش مشكله، دلوقتي عرفت عنواني منين. المهم ان انا لازم اقابل مشيره، يا اما بقى انا وانت هنروح في 60 داهيه. انت عامله ايه؟ انت قلقتينا عليكي. واللي غز ايه؟ انهم عينوا طقم حراسه جديد. طبعا ما هم مال سايب وما شارونيش. بس اطمني. ايوه رشاد اخوكي مكانك، عايزه تاخدي اجازه اسبوع، مش عايزه تيجي المصنع خالص ولا تهوبي، براحتك. انما مين اللي بلغك بالموضوع ده؟ امسك اقرا. ايه لعب العيال ده؟ بقولك ايه يا خليل، تفتكر النمره دي لحد شغال عندنا هنا في المصنع؟ لا، و انت عارف انا الحمد لله اي رقم بيتسجل في نافوخ الاول قبل ما يتسجل على المحمول، لكن برضو انا هوديها لشؤون العاملين عشان يشوفوا اذا كانت هي بتاعت حد يشتغل عندنا ولا لا. رقم ايه ونيله ايه؟ بقولك مالك بيبعتروه هنا وهنا وانت تقولي لي رقم؟ اسكت انت يا رشاد. رغم ان انا متاكد لان كل العمال اللي بيشتغلوا عندنا دول انا منقيهم على الفراز، ما فهمش حد ممكن يعمل كده، لا يسرق ولا يقتل. امال تفتكر مين ممكن يعمل كده يا خليل؟ اكيد حد شايل منك على الاخر. مننا؟ اللي بقول ايه؟ في حاجه كده كنت عايز افرجك عليها بره. جميل. عايز يا رشاد. ايه؟ بجد؟ ماما عندك؟ طيب انا جايه حالا. باي باي. رايحه على فين يا امي؟ رايحه لماما المصنع. ما يمثلها جايه على هنا. لا لا لا، مش ضمناها، ممكن ما ترجعش، احسن الحقها هناك. اقعدي كملي الشاي بتاعك، عندنا بنات على وش جواز. مره ثانيه تلمي يا بنت، عيب. الله، طالعه كده ليه زي ابوك؟ الله، من الاخر كده الراجل اللي اسمه خليل ده مش باقي على مالك. وهو كان عمل ايه خليل عشان تظن في كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نقول تاني من الاول. اطلعي من نافوخي. ده إذا أصلاً طلع فيه حد بيهددك، أنا مالي؟ ماليش فيه. نعم، ليه؟ ده على أساس إن أنت ما كنتش معانا؟ بقولك إيه؟ أنا مش هلبسها لوحدي. وطي صوتك. إيه؟ ما شافوهمش هما بيسرقوا؟ قصدك وهما بيقتلوا يا أمجد؟ آه، أنت كده راحت منك خالص. أوعى. يلا يلا يا ولاد الكلب، أنت جنان. قول الكلب. أنت جنان. أنت بتعمل إيه هنا دي يا أمجد؟ ولا حاجة، كانت هنا وكانت ماشية دلوقتي. لا مش ماشي، أنا جايلك. أنت بقولك إيه؟ أنت هتدفعي الدين اللي على ابنك ولا تحب أقول على كل حاجة؟ اسكتي بقى، اسكتي. لا مش هسكت. كنتش أبوس رجلك يا بنتي، بلاش تفضح ابني، امشي دلوقتي. لا مش همشي. هو في إيه؟ بتقول إنها كانت تعرف فارس الله. بس يا رشاد، مفيش حاجة يا خليل، مفيش حاجة. لا في، بقولك إيه؟ انت هتدفعي الفلوس اللي على ابنك اللي خد بيها كوكايين من الديلر ولا لا؟ امشي بابا، انت امشي بابا. انت ايه؟ امشي بقى اخوي بقى. يلا كل حي يروح حاله. يلا يلا على الشغل. يلا يا حبيبي. يلا يا بابا، اللي اشوف خليته اخسر له 3 ايام. يلا يلا. ايه الديلر ده؟ مشيري. خليك انت، صدقني سيبها على راحتك. هتعملي ايه؟ حسن الزفت ده مش هيسيبك في حالك، وبعدين انت لازم تزني على امجد زي ما ابتداها معاكي في الاول ينهيها معاكي.
وهموت واعرف هي العقربه ام فارس دي مش قادره تدفع. ما دفعتش ليه؟ وانت صراحه غلطانه عشان انت بتتكلمي مع ناس ما تعرفهاش. بس بقى كفايه اسكتي شويه. دينا انت بتعيطي؟ خبيتك اول مره اشوفك بتعيطي. طب خلاص ذوقي وانت ساكته. سيبيني دلوقتي لما اشوف هعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها. هتظبط كل حاجه هتظبط ان شاء الله. وبعدين يا مدير مدام جات ومشي كده وخليتش اخوها في ايديها. معلش اللي ما عملتوش المدام تعمله بنتها. لا والله وانتوا فاكرين زيزي سهله؟ زيزي دي تربيه ايدي. انا بلغها من بدري. انا مش عارف اتاخرت ليه زي ما انا على وصول. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللي يا سي امجد مش طلبت منك دفاتر الحسابات كذا مره؟ انت مش عايز تجيبها ليه؟ اسف يا استاذ رشاد والله بس دي اسرار شغل وانا ما اقدرش اخلي حد يطلع عليها من غير اذن استاذه مشيره. واني هنا مكان الاستاذه مشيره وقلت الكلام ده بدل المره ألف. روق يا حاج رشاد روق. وبعدين ما هو انت عندك الغلط برضه. ما هي مدام مشيره كانت هنا. ما قلتلهاش ليه؟ كانت هي تقول لنا كنا من عينينا دي قبل دي بس كله بالاصول. ما على يدك. وانا لحقت اتلم عليها. ما كانت اتخانقت مع البنت المفكوكه دي وخدت نفسها وماشي. بس اخويا الكبير وراجل العيله وما شفتش منك الا الكرش. انت بتقول حاجه؟ ماما فين؟ تعالي يا زيزي يا بنتي تعالي شوفي الجماعه دول ما فيش حد منهم بيسمع لي كلمه خالص. حتى امك لما جت ما نصفتنيش عليهم. هي ماما مشيت؟ انا بقول لك جت ما عبرتليش اي كلمه وخدت نفسها ومشيت. وسبتها تمشي؟ وانا بقى ليا كلمه عليها خالص؟ خلاص الدنيا اتقلب حالها مش في اي احترام من ايها نوع. يعني حتى ما فكرتش تسألها كانت فين؟ ما سألتهاش هي رايحة فين؟ هو ده كل همك؟ المصنع وبس؟ ألا؟ مش مال أختي وعايز أصونه؟ قصدك مال أختك وعايز تلهفه؟ أني برضو عزيزي؟ الله يسامحك. طب اعملي حساب إن خالك وراجلكم راجلنا يبقى في ظهرنا مش على حجرنا؟ لا ده أنت قعدتك برا مصر فسدت لسانك على الآخر. لا أنا قعدتي برا مصر علمتني إن الشغل شغل ومصلحة الشغل ده إنك ما تستناش فيه يوم واحد بس كمان. بتطرديني؟ جبر شوف عربية توصل خالي لحد الفيلا ونفس العربية اللي توصله تاني هو وولاده لحد البلد. متشكرين كتر خيرك يا بنتي. أنا أعرف أروح لأهل بيتي لحالي. السلام عليكم. أوصله؟ يلا بينا يا نانا. هنروح البلد؟ على رأي المثل يا بنتي من خرج من داره تقل مقداره. أنا ماليش مطرح مع ناس ما يوقروش كبيرهم. يلا بنتي تصدقي بالله يا نانا ونعم بالله يا بابا أنا وحشتني البلد. شوية حضرتك احنا من ساعة ما طلعنا من المصنع لغاية دلوقتي حضرتك ما بطلتيش حياط. المشيرة ايا كان ايه الكلام اللي اتقال يعني بس ما حدش برضه بالعقل كده يعني ما حدش هيصدق دينا دي عشان كذابة. ايوه كذابة. الناس طول عمرها عارفة ابني كويس قوي. ابني عمره في حياته ما خد الحاجات دي ابني. كفاية كفاية بقى حرام عليك. كفاية انت ايه؟ ارحم نفسك شوية. رميتي الحاجة فين؟ رميتها في داهية. مش خاطر
قولي لي رميتيها فين؟ ها؟ رميتيها فين؟ سيزي قولي لها. بس يا ابني اخذ الشيطان عشان خاطري فوقي نفسك بقى. رميتيها فين؟ رميتهم في الحمام. ليه بتعملي فيا كده؟ انا عايز فلوس. ما فيش زفت. بقولك عايز فلوس. بقولك ما فيش زفت. ايه يا اخي ارحمنا بقى. مرمطنا. بعد كده ماشي. بتعمل ايه وانت؟ كيش دعوة يا ولد. حرام عليك. وديه مستشفى. عالجيه. انت كده بتضيعيه. خلاصي عايزين نوديه مصحة يخت عشان الفدح عشان يقولوا شمام. كفاية خلاص بقى حرامي. اوعي مالك حضرتك ده اخر تاني ولا ايه؟ أنا كويسة جدا. بس اطمنيني. ما تقلقش خير باذن الله. حضرتك عايزه ايه؟ مش دي عودة مشير عبد الحافظ؟ ايوه تقربي لها؟ انا بنتها. طب الدكتور لسه عندها، لما يخلص هقول لحضرتك. حضرتك نسا زيزي صح؟ انت بقى عبد الله؟ ايوه انا عبد الله. طب ميرسي يا عبد الله، حضرتك تقدر تتفضل. اتفضل؟ اه تتفضل. انا هاخد امي ارجع بيها. هي حاسبتك ولا لسه؟ لا ثانيه واحده. انا اقدر يعني ان حضرتك قلقان عليها، بس يا ريت يعني لو تتكلمي معايا بشكل الطف من كده شويه. وانا هتكلم معاك بشكل لطيف ليه؟ انا على فكره لحد دلوقتي بكلمك لسه بطريقه كويسه. بس انا عايز افهم حضرتك على حاجه، مدام مشيره مش هينفع تروح معاكي اي حته لان لا ثانيه واحده. انت مين اصلا عشان تقولي انا اعمل ايه وما اعملش ايه مع امي؟ انت طلعت لنا منين اساسا؟ انت مين؟ لا انا فهمت التركيبه بتاعت حضرتك، انا حضرتك مش فاهمه اي حاجه وبتغلطي وخلاص. لا الظاهر ان التركيبه بتاعتك انت بقى اللي لسانك طويل وناوي تقل ادبك. طب ممكن اسال حضرتك سؤال بعد اذنك؟ يعني حضرتك ايه الدوشه دي؟ حضرتك مدام مشيره عامله ايه؟ انت اللي وصلتها هنا؟ حضرتك انا بنتها، كلمني انا. امي مالها؟ قولي لي، هي اول مره تتعب بالشكل ده؟ تتعب ازاي؟ اتفضلي حضرتك ردي حضرتك بنتها قادره اكيد. حضرتك هي اغمى عليها النهارده الصبح، وانا لما فوقتها قالت لي ان اغمى عليها عشان كانتش واكله كويس. شيء طبيعي انها تتعرض لغيبوبه لانها اكلت قبل ما تاخد الانسولين. ايه؟ وانتوا ما تعرفوش ان عندها سكر ولا ايه؟ سكر؟ وانت كنت تعرف ان امي عندها السكر؟ انسه زيزي، والدتك فائت سمعت صوتك وعايزه تشوفك. الحمد لله على سلامتك. بقى ينفع كده يا ماما تبقى عندك السكر وما تقوليليش؟ انت عرفتي منين ان انا هنا؟ وانت ما كنتيش عايزاني اعرف مكانك ولا ايه؟ ولا اتضايقتي لما شفتيني؟ لا يا حبيبتي، بس انا عايزك ترجعي مطرح ما كنتي. لا يا ماما، انا مش همشي من هنا غير وانت معايا، ومش داخله البيت غير رجلي على رجلك. انا ما اقصدش البيت، ارجعي كندا.
يدي يخنق كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، يضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة، في حب يأذي يدي يخنق محسومة، دعايو الناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دعايو الناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة، النهاية حقا قديمة خلاص وهدت نسي كالعادة.